السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الحديث في موضوع الميديكال جينيتكس. كان عندنا حديث المرة الماضية عبارة عن introduction، تحدثت عن السيل سايكل في الجميت، وذكرنا بأنه في عندنا الميوسيس 1 وميوسيس 2، وبيحصل في عندنا عملية اللي هو اكس ان اكتيفيشن بتحصل عندي راندوملي، وهذا الكلام بنحكيه في خلال اللي هو the first 16 days of the gestation، فترة الحمل. تمام، بيحصل عندنا random inactivation للX كروموسوم في الفيميل، ولكن طبعا بين قوسين بنقدر نقول انه هذا الـ inactivation، هذا الـ inactivation بقدرش اقول عنه طبعا completely بشكل او باخر. وذكرنا طبعا بانه هذا الX كروموسوم في حالة ما يكون inactive، إذا كان في الخلية عندي 2X، معناته حألاحظ أنه واحد من هذه 2X عبارة عن باكت، زي ما احنا شايفين في الصورة عندنا، اللي هو بتمثل في حاجة بسموها بار بادي، بيأخذ يعني extension على حافة النيوكليوس. بعض الأحيان لو كان عندي 2-3-4X نفس القضية، 3X نفس الشيء بيحصل عبارة عن بار باديز. إن شاء الله نكمل الحديث في موضوع الX inactivation. صحيح موضوع الX inactivation هي عبارة عن هايبوتيسيس، كانت بسموها ليون هايبوتيسيس، وهذه الهايبوتيسيس بتقول بأنه في عنا بروسيس موجودة by which one of the two copies of the X chromosome present in female mammals is inactive which only possess a single copy of the X chromosome. يعني فرضية انه في عنا واحد من ال 2X chromosome بيصير له inactivation process، وهذا الكلام بيحصل عنده randomly في الصوماتيك سيل. طبعا هذا الكلام ذكرناه بعد ما يتكون عنا الزايغوت في خلال اللي هو ال 16 يوم الاولى، تمام، في الامبريونيك ديفلوبمنت. وهذا الكلام طبعا بيحصل عنا في الفيميل ريدر دان ميل. اوكي، اذا معناته حيحصل عندنا الاكس ان اكتيفيشن. ايش اللي بصير عندي انا هنا؟ الاكس ان اكتيفيشن طبعا حيحصل له هناك ميكانيزم بتصير عندنا في داخل الخليه. الان الان اكتيفيشن هذه ريكوير جين اون ذات كروموسوم كولد XIST. ايش يعني؟ الان تصور انه انا في عندي 2X كروموسوم، اوكي، في ال 2X كروموسوم الموجودات عندي يوجد منطقة على كروموسوم X على اللونج ارم عند الباند 1 سب باند 3.3، يوجد منطقة بسموها XIST المقصود فيها عبارة عن X inactivation specific transcript. X inactivation specific transcript. هذه المنطقة، تمام، بتعمل عملية كودينج لموليكولز اوف RNA. يعني حنشوف الصورة يعني later on. هذه منطقة اللي هي XIST اللي قلنا عبارة عن X اسمها inactivation site. سبيسيفيك ترانسكريبت طبعا بتعمل كودينج لا ماسنجر، عفوا لا ار ان اي. هذا الار ان اي او بالمعنى الاصح بيعمل ترانسكريبشن، لكن هذا الار ان اي بقول بيكون عباره عن نون كودينج ار ان اي، يعني لا يتحول الى ماسنجر، يعني يكون ماسنجر ار ان اي ويعمل عمليه ترانسليشن. بمعنى اخر انه هذا الار ان اي كمان بيخرجش عندي من النواه، تمام. ايش اللي بيحصل في هذا الـ RNA؟ الـ RNA بدوره في مساعدة other factors و other protein بيعمل coating للـ X chromosome نفسه itself. يعني احنا عندنا الآن 2X chromosome، قلنا العملية بتصير random، ممكن X chromosome جاي من father جاي من mother، التنين عليهم XIST يوجد في هذه المنطقة اللي ذكرناها، لكن واحد من هذه الكروموسومات، تمام، عندها المنطقة بتاعت الـ XIST active، يعني open، يعني في عنا عملية الترانسكريبشن بتحصل،
والكروموسوم الاخر اللي مش هيحصل له ان اكتيفيشن المنطقه اكس اي اس تي كلوز كلوز من عده مفاهيم، من مفهوم انه في عندنا ميتيليشن للبروموتر، او في عندنا مثلا البروتينات عامله لي انهيبيشن بشكل او باخر لهذه المنطقه. اذا في حاله ما بكون عندي اكس ان اكتيفيشن بصير في عندنا برودكشن لار ان اي، وهذا من خلال مساعدة بروتينات معينة بتعمل كوتينج للار ان اي وبتصير عندي نوع من الكومباكت. از ويل از كمان بيحصل عندنا عملية الميتيليشن والدي اسيتيليشن للبروتينات وللدي ان اي على هذا الاكس كروموسوم. هذه الصورة هي اللي حتي ترسم صورة الاكس ان اكتيفيشن. وقيس على ذلك لو كان عندك اكثر من اكس كروموسوم 2 3 4 نفس القضية في عندنا هذا الأمر. إذا هذا الإكس كروموسوم الإن أكتيف يبدو وكأنه شكله عبارة عن بار بادي، بسموه بار بادي، تمام؟ بار إيش؟ بار إيه بادي زي ما ذكرنا. أوكي إيه. الآن على الجانب الآخر قلنا أدر كروموسوم will be active بحيث إنه الاكس اي اس تي لوكس مالها بتكون عندي كلوزد باي ميتيليشن، او مثلا يكون عندنا اذر بروتين عامله لها عمليه سبريشن في هذا الموضوع. اوكي خلينا نطلع على الصوره عشان تكون المثال واضح. هاي عندي انا تو كروموسوم هنا الاحمر، التنين عندهم منطقه الاكس اي اس تي. اكس اي اس تي اوكي. الان التنين هذولا قلنا هذا الكروموسوم بدوره تمام زي ما احنا شايفين هنا، نطلع ده اكس الاكس اي اس تي اريا، في طلع هنا على الصوره هذه بتحس انه في عنده ايش ترانسكريبشن صار عنده لار ان اي، والار ان اي عمل لي كوتينج لهذا مين لهذا الكروموسوم الى ان يصبح شكل الكروموسوم عباره عن بولار بادي، لكن هذا الكروموسوم عبارة عن اكتف. تمام؟ ايش يعني اكتف؟ انه الـ XIST الموجودة فيه عبارة عن inactive بشكل او باخر. الان في كمان نقطة اخرى، انه على الان بنعرف احنا الـ DNA اللي هو الكروموسوم عبارة عن 2 strand DNA، في عنا 5 برايم 3 برايم، والستراند الاخرى برضو 5 برايم 3 برايم من الجهة الاخرى. يوجد كذلك سايت من الجانب الآخر تمام اللي هو برضو اسمها TSIX. يعني إيش يعني TSIX؟ إحنا قلنا هنا XIST هديك عملية عكسية تمام، منطقة بتعطيني RNA تمام، والRNA هذا بكون كومبليمنتري لمين؟ للار ان اي اللي ممكن يخرج من الاكس اي اس تي، وبيحصل نوعا ما منع لمين؟ لعمليه الان اكتيفيشن. بمعنى انه بنقدرش نقول انه هذا الامر مستمر على اطلاقه موضوع الان اكتيفيشن، ممكن يحصل عندنا نوع من الستريس بحيث انه يعوض لي تمام، يعني مثلا نوع من الستريس بحيث انه الاكس كروموسوم الاكتف عند سيرتن مثلا جين معين او ما شابه ذلك صار في له ان اكتيفيشن، يعني صار في نوع من الان اكتف، فممكن يحصل انه نتيجه طبعا سيجنال معين على الخليه انه يخلي هذا الاكس ان اكتف يصير له اكتيفيشن من خلال بلوكينج للار ان اي اللي بيطلع تمام من ار ان اي اخر بيطلع من منطقه بسموها اللي هو عباره عن تي اس اي اكس تمام، بيعطيني ار ان اي، والار ان اي بكون كومبلمنتري. هذا الكلام ممكن شويه نمثله بشكل بسيط. احنا بنعرف انه الان يوجد عند الرجل 1 اكس عند الميل، في هناك مثلا عندنا فاكتور اوكي بسموه فاكتور 8 عامل تمام اللي هو بمنع عملية الكلوت، اللي هو أي خلل في هذا الفاكتور 8 بيعطي عندي مرض اسمه الهيموفيليا. لما أقول أنا الميل عنده هذا الكروموسوم
عفوا في الكروموسوم اكس عنده الجين المسؤول عن بناء فاكتور 8، تمام؟ هذا الجين في الميل صار فيه عطل بمفهوم ديليشن بوينت ميوتيشن، مش قضية. ايش معناته؟ بقدر اقول انه فاكتور 8 مش حيشتغل، مش حيتكون عندي فاكتور 8 وحيصير عندي مشكلة في موضوع عوامل التجلط. طيب الان بقول للانسان هذا اللي عنده هذه المشكلة الميل، بقول هذا عبارة عن انسان مصاب. انسان ايش مصاب؟ ليش؟ لانه صار فيه فقد لمين؟ للجين فانكشن عند الميل. لكن مثلا اجي بحكي على الفيميل، لو انا هذا الصورة موجود في الاكس كروموسوم الاكتف عند الفيميل ويوجد هناك خلل في هذا الجين، تمام؟ بقول في الحالة هذه انه هذه الفيميل حامل للمرض مش مصابة. ليش؟ لانه حصل عندي نوع من التعويض انه الجين الموجود في الاكس ان اكتف، تمام، او كروموسوم اكس الان اكتف، صار عندنا نوع من الاسترس على الخلية بحيث انه سمح لهذا الجين، تمام، انه يصير له نوع من الاوبن على اساس يعوض اللي هو الخلل في الجين الاخر. ففي عندنا احنا نقص في كمية ايش؟ الهيموفيليا، عفوا الفاكتور 8. واضح؟ على هذا الاساس بيحصل عندنا يعني نتيجة ظروف معينة عايز اوضح انا، انه ممكن يصير عندنا اوبن للاكس كروموسوم، وهذا حيساعد في موضوع التعويض، بحيث اني انا وصفت الست اللي عندها الاكس كروموسوم بروبلم على مستوى الفاكتور 8 قلت عنها حامل. ليش؟ لانه في نقطة تعويض. لكن على مستوى الميل قلت هذا عبارة عن شخص مصاب، عفوا شخص ايش؟ مصاب، مش حامل للمرض. هذه يعني توضيح للصورة. ولكن ان جنرال قلنا انه سواء كان الاكس ان اكتف كروموسوم، تمام، في الوضع الطبيعي بقدرش اقول 100% الجينات كله مسكر، الا يكون في عندنا نسبة تقريبا تقدر ب 15% من هذه الجينات open. It's okay. As well as انه في عندي مناطق موجودة، تمام، في داخل الجين هنشوفهم في داخل الكروموسوم، تمام، ما فيش لهم inactivation. هنا الصورة تقريبا مشابهة للصورة الأخرى السابقة، انه هي عندي الاكس كروموسوم inactive، عندنا طلع من هذه المنطقة الاكس اي اس تي ار ان اي بهذا الطول وعمل لي الكوتينج، تمام. الاكس كروموسوم الاخر بقول لي هنا الجين هذا مثلا بتاعت الهايبوكزانتين ترانسفيريز انزيم، هنا كلوز ما فيش شيء له اوبن، لكن في الاكس كروموسوم الاخر مثلا اوبن وراع السيتوبلازم واعطاني مسنجر ار ان اي وهلم جرى، تمام. اذا المنطقه هنا مالها مسكره بتاعت الاكس اي اس تي مقارنه مع المنطقه في الان اكتيف كروموسوم. Some genes on the X chromosome escape inactivation. الكلام اللي ذكرته انه بعض من الجينز escape inactivation موجود. من ضمن هذه الجينز الموجودة في عنا منطقة موجودة في الـ end of chromosome، تمام. ايش يعني؟ يعني خلينا نرجع للصورة شوية. سوان اعتبر هذا الاكس كروموسوم، تمام، سواء كان اكتف او انأكتف، يوجد عندي هنا في حفة الشورت ارم منطقة، تمام، بقولوا عنها عبارة عن بار 1، تمام. في الشورت ارم في عنا منطقة، تمام، بقولوا عنها عبارة عن ايش؟ بار 1. ايش يعني بار 1؟ اللي هي عبارة عن سودو أوتوسومال ريجون 1. وكذلك يوجد في نهاية اللونج آرم نفس الكروموسوم بار 2، سودو أوتوسومال ريجون نمبر 2، تمام، اسمها هيك سودو أوتوسومال. وكذلك في هنا على الكروموسوم إكس الأكتيف والإنأكتيف، وكذلك يوجد نفس المركبات هذا البار 1 والبار 2 على الواي كروموسوم، على الواي كروموسوم. الآن هذه المناطق هي مناطق يوجد بها جينات، وجينات في حد ذاتها مهمة للخلية.
إذن وكأن أنت بتقول لي الانكتيفيشن هي كلمة ليس على إطلاقها، تمام؟ لأنه إحنا يوجد عندنا بار 1 وبار 2، وممكن يحصل عندي أي مشكلة هنا في هذا الأمر، تمام؟ هذه ليش سموها سودو أوتوسومال ريجون؟ سودو أوتوسومال ريجون بمعنى أنها تسلك سلوك الأوتوسومال كروموسوم، تمام؟ بمعنى في حالة إنه في الخلية نفسها بيحصل عنا يعني نوع من الكروسينج أوفر، أوكي؟ بيحصل عنا نوع من إيش؟ كروسينج أوفر بشكل أو بآخر، تمام؟ بحيث إنه السلوك وكأنه السلوك ميتوسز، سلوك إيش؟ ميتوسز. يعني إيش يعني سلوك ميوسز؟ إحنا قلنا بنعرف في الميوسز نمبر وان في عنا فيز برو فيز وان يوجد هناك كروسينج أوفر في داخل الخلية للكروموسومات. يعني لو كانت الخلية فيها إكس كروموسوم مع إكس كروموسوم هيحصل عنا زي ما بيحصل واحد مع واحد، اثنين مع اثنين. وكذلك هذه القطاع بيحصل لها كروسينج أوفر في الخلية الأوتوسومال سيل، تمام؟ يعني لو كان عندي إكس كروموسوم مع واي كروموسوم، تمام؟ هيحصل عندي كروسينج أوفر بين البار 1 والبار 1 الموجود في كل من الإكس كروموسوم والواي كروموسوم إذا كانت خلية ميل. وكذلك إذا كان خلية فيميل نفس القضية بار 1 مع بار 1 أو بار 2 مع بار 2 بس لهم نوع من الكروسينج أوفر. وطبعا لازم يكونوا على طبعا لما يكون عندي 2 إكس كروموسوم بيكونوا بارلل مع بعض، في عنا إيش بسموه هومولوجس. كذلك الواي كروموسوم، تمام؟ بيحصل إنه بصير في عنا نوع من الانحناء للإكس كروموسوم بحيث إنه يتقابل اللونج آرم بتاعت الواي كروموسوم مع اللونج آرم بتاعت اللي هو الواي كروموسوم، تمام؟ ويكون البار 1 والبار 1 في كل من هؤلاء قريب من بعض ويحصل عندي كروسينج أوفر، وكذلك البار 2 والبار 2 يحصل لهم كروسينج أوفر. هذا الكلام بيحصل عندنا، تمام؟ لو حصل عندنا ديستيربنس في هذه الجينات في الكروسينج أوفر تاعتها، تمام؟ وصارت بعد هيك انتقلت هذه الكروموسومات سواء كان واي أو إكس كروموسوم أو على مستوى الواي كروموسوم، لأنه ممكن يحصل عندي نوع من infertility، يحصل عندي نوع من إيش؟ من ال infertility. أوكي أوكي، واضح؟ إذن هذه هي المنطقة اللي بيحصل فيها هذا الأمر، على هذا الأساس سموها إيش؟ pseudo autosomal region بشكل أو بآخر. أوكي، لكن some gene still غير البار 1 والبار 2 كمان تقريبا 15% بكونوا عبارة عن active. يعني بمعنى إيش يعني active؟ إنه two alleles، يعني أنا عندي X كروموسوم وX كروموسوم واحد active وinactive، ممكن تلاحظ جين هنا open وجين هنا كمان open، تمام؟ ما فيش عندنا مشكلة في هذا الموضوع. أما الميل طبعا وضعه بيختلف، ما فيش عندنا inactivation. هنا بيجي بوضح لي، إذا فهمنا كمان بيجي بيقول لي ملاحظة من باب العلم، في وجدوا بعض من القطط الكاتس كالسيكو كات بسموها، تمام؟ إيش يعني؟ وجدوا إنه في فيميل من هذه الكاتس، تمام؟ بتأخذ اللي هو إيش الجلد بتاعها أو الفرو عفوا بتاعها، ممكن يكون عندها فيميل ويكون عندها color two color، تمام؟ وممكن يكون three color. يعني مثلا تكون عندها قطة موجود على سطحها اللي هو لون الشعر بتاعها، تمام؟ أو الفرو لون، ممكن يكون لون عفوا بعض أحيان بني مثلا أو أورانج، ولون مثلا يكون عندنا بلانك، تمام؟ ولون بعض أحيان ممكن يكون في عندنا أبيض، ثلاث ألوان ممكن يحصل عندنا. إذا كان عندي لونين، طب انت بتقول الكلر ان جنرال هو عبارة عن هناك جين مسؤول عنه يوجد على الاكس كروموسوم مسؤول عن الكلر، فاذا كان واحد من الاكس
inactive انت بتحكي على female cat. الفيميل كات تمام في الوضع في الميل معروف one color لانه one x. هنا في الفيميل ممكن يكون عندي طبعا واحد من الاكس كروموسوم الانأكتيف تمام راح مع الخلية اوكي، والان اكس كروموسوم اكتيف، فبيحصل انه التنين واحد من الكلر حيكون واضح، مثلا اعتبروا هذا اورنج مثلا اللي هو مسؤول، الثاني طبعا مسكر. لكن بيحصل بعض احيان انه الكلر الموجود عند بعض من الكات تمام، انه في بعض من الخلايا في المسؤولة عن الكلر بتاعت الفرو بتاعت الشعر بتاع الكات تمام. احنا قلنا 2X كروموسوم، واحد منهم بيعطي لون مثلا اورانج، واحد بيعطي لون مثلا بلاك. فتحس انه بصير عندنا نوع من الراندوم انه بعض من الخلايا الموجودات عندي انقسمت، وكان الكروموسوم احنا قلنا راندوم بصير انه واحد منهم هو اللي بضله مثلا بتاع الفيميل او بتاع الميل بتاع السبيرم او بتاع الاوفا هو بضل. لكن هنا في عندنا حاله خاصه، وجدوا انه بعض احيان جزء من هذا الفرو الموجود عندنا كان في اكس كروموسوم اللي جاي من الميل شغال نشيط، وكان الجاي من الفيميل سايلنت، ووجدوا كمان بعض من الفرو الفيميل هو النشيط والميل هو السايلنت تمام. بيحصل هذا الكلام على فرض انه هناك كان عندي الكلر اسود، فصار عندنا واحدة الاسود ان اكتيف صار الاورنج اكتيف، ومثلا في جزء اخر الاورنج اكتيف واللي هو البلاك ان اكتيف. معناته وكأنه بتحس انه في عندنا كات صار عندها تو ايش تو كلر. بعض الاحيان ممكن يحصل مشكلة انه يصير التنين ان اكتيف، بصير في عندنا طفرة، بصير عندنا ميتيليشن تمام، فبيطلعش عندي في الحالة هذه لا كلر بلاك ولا كلر مثلا وايت اورنج، فممكن يكون عندنا عبارة عن شيء وايتش، فيش كلر بالمرة، عبارة عن وايتش تمام. إذن بكون عندنا ما فيش هناك صبغة تأتي لا من هنا ولا من هنا، فمعناته حيكون عندي الكلر وايت. فعشان هيك ممكن تلاحظ بعض من الكات تأخذ تو كلر وبعض من الكات تأخذ تري كلر تمام. هذا بحكي على الفيميل بشكل أو بآخر، وهذا عبارة عن اكسبشن في هذا الموضوع. خلينا نتحدث على بعض من الملاحظات في موضوع الجين اكسبريشن بشكل او باخر. ايش بقول لي هنا؟ بحكي لي انه situation in which normal copy of the gene does not suffice to prevent disease. ايش يعني؟ بيحصل احنا دائما في عنا كل كروموسوم منه 2 كروموسومز يعني بير تمام. نقول مثلا في عندنا جين مسؤول عن البيتا جلوبيلين في الكروموسوم واحد، كروموسوم واحد الاخر عفوا الكروموسوم مثلا 16، الكروموسوم 16 الاخر برضو يوجد جين مسؤول عن البيتا جلوبيلين جين. اذا وكانه بقول انا في عندي ايش 2 alleles، فبقول لي ان جنرال اعرف لازم بشكل او باخر نعرف انه when loss of half activity of protein do disease this called haploinsufficiency. يعني مثلا فرضا انا بحكي على بروتين معين مثلا كاينيز انزيم، ومعروف انا من هذا الكاينيز لازم يكون عندي certain quantity. تصور انت صار عندك مشكله في هذا الجين على واحده من الاليلز الموجود عندنا، معناته حيكون في عندي نقص في الكميه، كميه اللي صار فيها نقص بسميها هابلو انسافيشانسي تمام. واضح؟ زي مثلا والله سيرفيس ريسبتور على السطح تحت الخليه، كاينيز انزيم، ترانسكريبشنال فاكتور تمام. اذا بقدر اقول انه اي خلل في واحده من الاليل بيعمل لي مشكله وضربكه في الخليه تمام، ربكه في الخليه، فهذا بيعطيني دلاله وكانه انت بتقول لي الاشكاليات ممكن تحصل من باب الدوميننسي والريسيسيف. كلامك سليم.
انه بالفعل هنا وكانه يعني لو كانت الدوميننت بروبلم هي ممكن تكون لو كان عندي 1 الليل مضروب. في عندنا ملاحظه اخرى maybe هذا كمان لو كان عندي ديفيشنسي في 1 الليل the abnormal phenotype يعني الان 1 of the allele في defect تمام ويعني صار في عندنا مشكله في عندنا طفره في الكود اعطاك امينو اسيد مختلف. بقول لي بعض الاحيان ممكن يحصل انه البروتين اللي خرج من الاليل المضروب ممكن ياثر هذا البروتين على ايش على الفانكشن بتاعت الاليل الاخر. وهذا الكلام موجود في بعض من الامراض زي مرض اسمه اوستيوجينيسيس امبرفكتيا اللي هو مشاكل على مستوى الكولاجين انه اذا خرج عندي من الليل مضروب كولاجين اعرف انه هذا حيأثر على الاكسبريشن بتاع الليل الاخر بتاع الكولاجين. اذا هي يعني اشكاليه اخرى ممكن تظهر من باب اذا كان عندي مشكله في وان اوف ذا الليلز. مشكله اخرى بعض احيان بيحصل انه الليل المضروب اللي انتج لي او هذا الجين المضروب خلينا نسميه اللي انتج لي منتج مش سليم ممكن يكون عبارة عن توكسيك للخلية. بيحصل هذا الكلام ممكن يكون إيش توكسيك للخلية زي ما بيحصل عندنا في موضوع التلاسيميا بس بديش أتطرق له بشكل واسع إنه لما بكون عندي أنا بيتا جلوبيلين مضروب مثلا وعندي ألفا جلوبيلين موجودة ما هو المضروب هو عبارة عن توكسيك تمام بروتين موجود عبارة عن توكسيك حيترسب على سطح الخلية وعلى الممبرين وممكن يعيق اللي هو حركة الريد بلاد سيل. هذا ممكن يحصل عندنا إذا كان عندي مشاكل على مستوى البيتا وعلى مستوى الألفا تمام. شغلة أخرى dysfunction of one copy of certain autosomal gene may result in pedigree with dominant inheritance cancer. هذا بقول لك لازم هو يعطيني إشعار ودلالة إنه هذا dysfunction في واحدة من الأليلز تاعت الأوتوسومال جينز تمام لازم يساعدك في موضوع انه يعطيك اشعار تمام انه في عندك اللي هو مشكلة في البيدجري في موضوع الانهيريتنس. لما يكون عندي مثلا اسباب انه لو كانت عندي والله بعض من الجينات الأليل واحد منهم مضروب من باب الدوميننسي تمام بحيث انه حيأثر هذا الجين المضروب ويؤدي في الآخر الى كانسر. وهذا الكلام هيعطي اشعار لما انت تيجي تدرس اللي هو ايش البيدجري يعني وكأنه بقول لي انا اذا الاشي الرابع اذا كان عندك اشكالية في موضوع الهابل انسفيشنسي او في واحد من الجينز الاليلز اعرف انه هذا ممكن يكون الليل لبروتين مهم له علاقة في السيل كنترول له علاقة في منع الكانسر ممكن يؤدي الى يصير كانسر. وهذا حيدق ناقوس الخطر انه ممكن يصير عندي انهيريتنس لهذا الاليل المضروب ويؤدي انه يصير في الاخر عندي نوع من انواع الكانسر. على هذا الاساس النورمال كوبي 1 كوبي لسيرتين جين عاده احنا في عنا 2 كوبيز تمام does not suffice to prevent يعني مش كافي انه 1 كوبي انها تمنع لي وجود الديزيز من عده اوجه اللي هي الأربعة أوجه اللي ذكرناها في هذا الحديث. خلينا إن شاء الله نقف هنا ونكمل المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله.